بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم أهل علينا شهر رمضان المبارك بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية ودفع الأسقام اللهم أعنا فيه على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن وتدبيره آناء الليل وأطراف النهار اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا حتى ينقضي وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا تقبل اللهم منا الصيام والقيام والأذكار وختمات القرآن ألف اللهم على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إن